مدن تغلق بشكل كامل، آلاف المصابين حول العالم، وأعداد الوفيات تزداد يوماً بعد يوم. يتفشى الفيروس الجديد على نحو وبائي في جميع أنحاء العالم، وتتسابق جميع الدول على احتوائه والسيطرة عليه. ينتقل من دولة إلى أخرى، لا أحد بمأمن منه. بدأ في الصين لينتقل إلى إيطاليا مروراً بإيران، ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم. إنه كوفيد-19، أو كما يعرف بفيروس كورونا. مشاهدينا الأعزاء، تابعونا في هذه الحلقة من برنامج مراسلونا، والتي خصصناها للحديث عن كيفية تعامل إقليم كردستان مع هذا الوباء للسيطرة عليه والحد من انتشاره. كونوا معنا. جميعنا بدأ يعلم ما هو فيروس كورونا، من أين جاء وكيف انتشر من مدينة ووهان الصينية إلى بقية دول العالم، لكن ما زالت الدراسات إلى الآن غير واضحة عن كيفية انتقاله إلى البشر، فجميع مسؤولو الصحة في الوقت الحالي يسابقون الزمن للسيطرة عليه. فهل سيفوزون في هذه المعركة مع فيروس أصغر من البشر حوالي 5 ملايين مرة، والذي يعد السبب الرئيسي لأكبر حجر صحي في العالم؟ دعونا نعود بالزمن إلى الوراء إلى عام 2002، حيث ظهرت المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والذي يعد مرضاً تنفسياً فيروسياً. هذا الفيروس من أصل حيواني المنشأ، بدأ ظهوره في الصين وأخذ ينتشر في بلدان العالم، ولا سيما في دول جنوب شرق آسيا، ليصيب ضحاياه بصعوبة التنفس والتهاب رئوي غامض، عرف لاحقاً بمتلازمة سارس. ولننتقل الآن إلى عام 2012، حيث ظهرت أول حالة مصابة بفيروس جديد مماثل في المملكة العربية السعودية، والذي سمي بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الذي عرف أيضاً بميرس أو إنفلونزا الإبل. وطريقة انتشاره لم تكن سهلة بين الناس، لكن نسبة الوفيات بسببه كانت كبيرة جداً. أصيب به الآلاف حول العالم، وتوفي بسببه المئات من الأشخاص. الفيروسان سارس وميرس يشبهان فيروس كورونا في المصدر وطريقة انتشاره، حيث بدأت هذه الفيروسات من عالم الحيوانات لتنتقل بعدها إلى البشر. أنواع الفيروسات التي تنتقل عن طريق الحيوانات إلى البشر تعد مشكلة كبيرة دائماً. بعد إعلان العديد من الدول الأوروبية ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وفي عدد الوفيات، قالت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت الآن بؤرة فيروس كورونا العالمي. وأعلنت أيضاً أن فيروس كورونا الجديد الذي ما زال يتفشى في مختلف أنحاء العالم بات وباءً عالمياً، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن السيطرة عليه. حكومة أقليم كردستان بعد تشخيصها لعدة حالات مصابة بفيروس كورونا ووفاة واحدة منها، اتخذت العديد من الإجراءات للوقاية من هذا الفيروس والحد من انتشاره. حيث كانت أولى هذه الإجراءات أنه يجب على المواطنين الذين عادوا من إيران بطرق غير قانونية التعريف عن أنفسهم للفرق الطبية، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومحاكمتهم بجريمة النشر العمدي للمرض، إضافة إلى وضعهم في الحجر الصحي. وأيضاً يجب على المواطنين العراقيين والأجانب القادمين إلى إقليم كردستان عبر المنافذ الحدودية أن يخضعوا للفحص الطبي، ووضعهم في الحجر الصحي إذا تبين أنهم سافروا إلى دول تحوي هذا الفيروس قبل 30 يوماً من قدومهم إلى الإقليم. وسيبقى هؤلاء في الحجر الصحي طيلة الفترة التي حددتها وزارة الصحة في الإقليم. وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن عطلة رسمية للمدارس ورياض الأطفال الحكومية وغير الحكومية، وأيضاً عن تعطيل الدراسة في الجامعات. قالت حكومة إقليم كردستان أنه على جميع الجهات ذات العلاقة في الحكومة تنفيذ جميع التعليمات الصحية في مخيمات اللاجئين والنازحين كافة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية. وفي 13 من شهر آذار قررت الحكومة إيقاف تنقل المواطنين داخل العاصمة أربيل وأيضاً محافظات دهوك والسليمانية.
حيث أعلنت أنه على المواطنين الالتزام بالبقاء في منازلهم لكي تتمكن الفرق الطبية من القيام بعملها. وفي حالة شك الشخص بإصابته بالمرض عليه الاتصال بالخط الساخن 1-2-2 والبقاء في محل إقامته لحين وصول الفرق الطبية لمساعدته. وكانت أعلنت أيضاً إيقاف خطوط النقل العام بين المدن، تحديد الحركة التجارية في المنافذ الحدودية، غلق الأماكن السياحية، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية، الرقابة الطبية في المنافذ والمداخل المؤدية للإقليم، توفير المواد الغذائية عن طريق مؤسسة بارزاني الخيرية، وذلك بتوزيع سلات غذائية على العائلات ميسورة الحال، إيقاف جميع المراسم والشعائر والفعاليات الدينية. وأخيراً ستقلل الحكومة من الخسائر التي تكبدها أصحاب المحال التجارية نتيجة الإجراءات الوقائية. مراسلنا في العاصمة أربيل مصطفى سلمان أعد لنا تقريراً مفصلاً يتحدث فيه عن الإجراءات الوقائية للحد من الفيروس في المدينة، لنتابع. يزدحم هذا السوق يومياً بالآلاف من المرة من المتبضعين أو السياح، لكن سوق القلعة الحيوي بدا خالياً اليوم بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة في إقليم كردستان للوقاية من فيروس كورونا. هكذا بدت شوارع أربيل بعد إن أعلنت وزارة الداخلية فرض حظر للتجوال في محافظتي السليمانية وأربيل. يلتزم السكان في أربيل بالتعليمات الصادرة عن خلية الأزمة، فلا يخرج السكان من منازلهم إلا لحالة طارئة. حكومة إقليم كردستان وكإجراء وقائي قبل دخول الفيروس إلى الإقليم سارعت بتخصيص مستشفى خاص لعلاج المصابين لتكون على أهبة الاستعداد. فتحنا المستشفى كإجراءات أولية وكاستعدادات، إذا لا سامح الله صاروا المرض وصاروا الوباء إحنا حاضرين. محافظ أربيل فرسد صوفي يقول إن الخلية اتخذت كل الإجراءات الرادعة لمنع التجار وأصحاب الصيدليات من رفع الأسعار، محذرا إياهم بغلق محلهم بشكل نهائي. إجراءات ميدانية وعملية تجاه كل اللي استغلوا هذا الوضع، وطبعا غلقنا مجموعة من الدكاكين ومجموعة من المكاتب ومجموعة من الأماكن اللي استغلوا الوضع. دائرة الصحة في أربيل قسمت الحالات إلى قسمين، الوقائي والعلاجي، عاملة إيجاد علاج في وقت قياسي. احنا يعني مقسمين المرض لحالتين، يعني حالة الوقاية وحالة العلاجية. التدابير الوقائية كلها يعني اتخذت، هو المرض لحد الآن ما إلى علاج خاص، بس حسب العلامات والمضاعفات الصحية لازم نسوي العلاج اللي ممكن عليها. لقناة زاكروس مصطفى سلمان أربيل. مدينة السليمانية سجلت أولى الحالات المصابة بفيروس كورونا في إقليم كردستان، حيث كانت امرأة قادمة من إيران، وسجلت أيضاً أولى حالات الوفاة بسبب الفيروس، وكان لرجل يبلغ من العمر 70 عاماً. لتفاصيل أكثر عن الموضوع وكيفية الوقاية من الفيروس في المدينة، أعد لنا مراسلنا شيار محمد هذا التقرير، لنتابع. مع تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في إيران ولوجود الحدود المشتركة، قامت كردستان باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض داخل حدود الإقليم. سلسلة الإجراءات بدأتها بوضع العائدين من إيران داخل الحجر الصحي ومحاولة التقليل من الأماكن المزدحمة، لكن تلك الإجراءات شددت أكثر وصلت لحد إلغاء الصلوات الجماعية في المساجد وأغلاق المطاعم والكافيتريات ومنع إقامة مراسم العزاء والاحتفالات، وأوقفت الدوام في الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والمعاهد، سيما بعد تسجيل أول حالة إصابة في إقليم كردستان بكورونا داخل السليمانية، ليتبعها بعد ذلك إطلاق حملات تعفير وتعقيم ليلية للسوق المركزي في المدينة وباقي الأماكن العامة. الليلة نعلن بدء حملة تعفير وتعقيم للأماكن العامة والشوارع الرئيسية في السليمانية، وبالتعاون مع فرق مديرية صحة السليمانية والإطفاء والبلدية،
وتحت إشراف قائمة قامية السليمانية وجميع الفرق المعنية، وتستمر هذه الحملة لليالي المقبلة، كما ندعو أصحاب المحلات والمولات إلى الالتزام بالتنظيف الذاتي، وذلك من أجل مواجهة فيروس كورونا خاصة في الأسبوعين المقبلين. الحملة شملت كبداية مركز مدينة السليمانية، وستستمر لتشمل جميع الأماكن العامة وخاصة المزدحمة في المدينة. ومع ازدياد تسجيل حالات الإصابة بكورونا في كردستان، أطلقت وزارة الداخلية في الإقليم حملة للبقاء في المنزل، وأقرت حظرا للتجوال ليومين مددته فيما بعد في محاولة للحد من الاختلاط والسيطرة على انتشار الفيروس. اليوم وفقا لقراري وزارتي الداخلية والصحة في إقليم كردستان وقرارات قائمة قامية السليمانية والمحافظة، تم وضع خطط من قبل القوات الأمنية من أسايش وألويات الحماية والشرطة والمرور للسيطرة على الوضع الحالي في مواجهة فيروس كورونا، وندعو كل المواطنين إلى الالتزام أكثر بالتعليمات الصحية ومساعدة القوات الأمنية على تطبيق خططها. كما نشكر أهالي السليمانية وضواحيها على المساعدة في تطبيق أكثر من 95% من تلك الخطط الموضوعة حتى الآن، ونطمئن كل المواطنين أن ممتلكاتهم في أيادي أمينة، وسنقوم بإجراء دوريات باستمرار داخل السوق وأيضا داخل الحارات ليلا ونهارا من أجل حماية ممتلكات المواطنين. ورغم خلو الشوارع من المرة، لكن محلات المواد الغذائية والأساسية استمرت في تقديم خدماتها، وهو ما ترجم على أرض الواقع وعوداً لحكومة إقليم كردستان بعدم وصول الأمور لأزمة بخصوص تلك المواد والمحروقات كذلك. بالنسبة للإجراءات اللي سوينا من قبلنا ومن قبل المؤسسات المعنية في حكومة الإقليم الكردستان، يعني كلش جيدة. فبصراحة إحنا من زمان فكرنا به، فنأخذ إجراءات كلش قوية وصارمة حتى وصلنا إلى هذا الوقت اللي أعلنوا من قبل المؤسسات الحكومية إجراءات منع التجوال. هذا الإجراءات كلش ضروري، لأنه هسه إذا نشوف بلاد معينة خاصة في أوروبا عانوا كثيرا بعدم اتخاذ هذه الإجراءات القوية. والله إجراءات حكومة زوار باشا. الإجراءات الحكومية جيدة جدا في مواجهة كورونا، ونتمنى أن تستمر حتى تنتهي هذه الأزمة. وأرى أن السماح لمحلات المواد الغذائية والخضروات بفتح أبوابها أنها خطوة مهمة للحفاظ على الحياة اليومية للمواطنين. وينتظر العالم ومنه إقليم كردستان والعراق لتكاثف جهود العلماء وإنتاج لقاح أو دواء لإيقاف أزمة كورونا، والتي جعلت أغلب الدول تدق ناقوس الخطر وتعلن حالة الطوارئ في بلادها. مع انتشار أزمة فيروس كورونا في العالم أجمع، كانت حكومة إقليم كردستان سباقة في اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء الخطير داخل حدود الإقليم. لبرنامج مراسلون شيار محمد، السليمانية. أما طرق الوقاية من هذا الفيروس فهي: تنظيف اليدين بالماء والصابون بشكل جيد، تغطية الأنف والفم بالمناديل عند السعال أو العطاس والتخلص من المناديل الملوثة، تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص يحمل أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا، المثابرة على ارتداء القفازات والكمامات وتغييرها من وقت لآخر، تجنب الأماكن المزدحمة، طهي جميع المنتجات الحيوانية بشكل جيد، تجنب الاختلاط مع الحيوانات البرية وحيوانات المزرعة دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية، وأخيرا هكذا ستكون قد قمت بحماية نفسك وعائلتك وكل من هم حولك من خطر الإصابة بهذا الفيروس المميت. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي خصصناها لكم للحديث عن فيروس كورونا وطريقة الوقاية منه وما هي الإجراءات التي قامت بها حكومة إقليم كردستان. تقبلوا مني ومن جميع كادر البرنامج أطيب التحيات، دمتم سالمين من جميع الأمراض والفيروسات، انتظرونا في حلقات جديدة وإلى اللقاء. من